حالك؟ الحمد لله. قال تعالى: تلك إذا قسمة ضيزى. ما معنى ضيزى؟ ضيزى يعني قسمة غير معدولة. قسمة؟ غير معدولة. غير معدولة. أنت حافظ الآية كلها؟ نعم، في سورة النايم هذه. ماذا قال الله تعالى؟ تلك إذا قسمة ضيزى. فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. ألكم الذكر؟ وله الأنثى. تلك إذا قسمة ضيزى. وهم يتحدثون عن أن الله سبحانه وتعالى له الإناث ولهم الذكور. وضيزة معناها قسمة غير عادلة، غير عادلة أو قسمة جائرة. وفعلا هذه هي الإجابة الصحيحة التي تلقيناها. أخونا الكريم، اسمك من جديد؟ صالح بخيط ناصر قمزاوي. حياك الله أخي صالح، وفعلا إجابة صحيحة من فقرة من غريب القرآن، وبالتالي يكون قد حصل على جائزة من غريب القرآن هنا في مدينة تريم في محافظة حضرموت من برنامج طائر السعيدة. 30,000 ريال. ألف ألف مبروك، يعطيك العافية. قال تعالى في سورة النجم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. صدق الله العظيم. ضيزى أي قسمة جائرة ظالمة خارجة عن الصواب مائلة عن الحق، ويقال ضاز عن الحق أي جار عنه.